السلام عليكم. اليوم جبت لكم الكاتو وهو لاباط شو. كاين بزاف مساكيتات ما ينجحوش في هاد لاباط وهي سهله. ان شاء الله تبعوا معايا الخطوات تنجحوا فيها. نبداو في المقادير. 250 مليلتر بين الحليب والماء، نص حليب نص ماء، 125 غرام زبده، ماذا بيكم زبده خير من لا مارغرين، 150 غرام فرينة وحطيت معاهم شوية قصابيح، مغرفة تاع ماكلة سكر وشوية تاع لافاني، النواسي وربع حبات بيض طبيعة الحال نكون خرجناهم من قبل من الثلاجة، ومغرفة صغيرة فيها 10 غرام تاع لا ليفير شيميك. نبدأ في التحضير. أنا حطيت كاسرونة فوق النار، نرميو معاهم هذيك الحليب، نص حليب نص 250 مليليتر، ها نص حليب ونص ماء، ها نقصوا النار تاعنا ما نديروهاش نار قويه، نديروها نار متوسطه ماشي حتى تنحرق لنا ديك الزبده وهكذا. نرميو معاها هذيك الزبده تاعنا اللي هي 125 غرام، راهي يذوب لنا ديك الزبده، نواسيو هذيك المغرفه كبيره تاع السكر. هنا راني حضرتها بعد ما يذابت لي الزبده، ها لازم تاكدوا منها اللي تذوب مع ديك الحليب هكذا. في ديك الوقت نرمي الفرينه تاعنا، ها طبيعه الحال راهي مسيره ومعاها قوصه تاع الملح، ها نقعدو نحركو فيها، ما لازمش نطلقوا يدنا هكذا. في ديك الوقت نحيو الفوي تاعنا، ما نخدموش بالفوي، نخدمو بلاصه هكذا، تبعوا الخطوات هاي حتى تشوفوها خدمت لكم وترفدت ينبول وحده، راكم تشوفوا فيها وكاسرونة العجينة تاعي وسيتها في البيتخا، تنجمو تضربوها باليد ولا بالباتور كيما تحبوا. ها نواسي هادي ونضربه باش تبرد لي، باش العجينة تبرد. تاعي راهي بردت لي، نبدا نرمي لها بالحبابين وحتى تخلط باش نزيد لها الاخرى، ماشي تنبيهم على خطره، لا لا تنبيهم بالحبه هكذا. نحي لكم هذه باش تشوفوها، على خطوه مهمه بعد ما تاكد لي لاباط تاعي ما تحتاج البيض. راكم تشوفوا فيها، راكم تشوفوا فيها، لازم تفسي لكم هكذا، ها ها نتوما دائما اذا شكيتوا الاخرانيه تاع البيض تاعكم دائما الاخرانيه خطوها ورميوها بالعقل،
اذا شفتوها ترفد ولات لكم عجينه كيما هذه خلاص حبسوا من البيض. معليش في هذا الوقت نكون حبست من الضرب نعم 5 غرام تاع لا ليفور شيميك. نتوما تقولوا كيفاش لاباتاشو نسي لها لا ليفور شيميك؟ هي باش تجي هشه تجي خفيفه تجي اغين من الداخل. نرمي لها هذيك لا ليفور تاعي ونحرك قل واسيو غير بشويه في لاقوش ما ترميوش كميه كامله في لاقوش. لا لا زين واسيو غير بلاقوش هكذا هكذا واسيو هكذا وحطوها هكذا بيدكم تحبوا تمسيهم بليزي كليغ تحبوا تمسيهم مدور كيما نتوما هما تحبوا. ها هاكم تشوفوا معاهم هكذا هاكم تشوفوا فيهم بعد ما طابولي لا شفتهم طابولي لازم تاكدوا لي يطيبوا لخاطر هادو ماهمش كيما ليزي كليغ لازم تاكدوا لخاطر هادو لو كان ما يطيبوش كيطفيو عليهم الكوشه ويحبطوا لكم الوغ لازم تاكدوا يطابوا لكم. حلوا وحده واسيو عليها تيست شوفوا لا مازالت خضره خليوها تكمل طيب ولا طفيو الفرن وخليو هذيك الكوشه شويه محلوله قسمه يدخل لها هذيك الهواء تاعها البارد باش ما تحبط لكمش. خرجوهم وتكونوا بريباريتو لا كريم باتيسير اللي سبق قبل وريتها لكم وهذيك لا كريم باتيسير اللي وريتها لكم قبل في لي شو انا نحيت صفات العظمه درت غير الحليب والسكر ولا مايزينا ولا فاني سي نورمال. راكم تشوفوا فيهم زيدين تحبوا بالشكلات هذا الفيديو وتوسيو هذا لا غوسيت تاع لي شو وراسلوني اذا عندكم اي ارسال وبارطاجيو مع احبابكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.